طيب ننتقل سيد أبو القاسم إلى الجزء السياسي وخاصة تصريحات ياسر العطا. في البداية قبل الدخول في التصريحات، لماذا ظهور ياسر العطا أكثر بكثير من ظهور عبد الفتاح البرهان وخاصة هذه المرحلة خلال الأيام الماضية؟ أولا طبعا الشعب السوداني يطلق على ياسر العطا عبارة العطا لمن عصى. الفريق أول ياسر العطا كما ذكرت في لقاءات سابقة أنه مقيم في أرض الميدان، أرض العمليات، ومنقطع تماما عن أي اتصال أو تواصل مع أي جهات إقليمية أو دولية. الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للشعب المسلحة يقبع في بورسودان، لكنه تحت ضغط إقليمي دولي رهيب، تحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية، من المملكة العربية السعودية، من جيران السودان الذين يوالون الميليشيا، من مبعوثي الأمم المتحدة وحتى المبعوث الأمريكي أخيرا. فكل هذه المنظومات وممثليها الدوليين والإقليميين يضغطون على الفريق أول عبد الفتاح البرهان بضغوطات، وربما يهددونه من تحت الكواليس بتدخلات دولية، ومثلا بفرض الفصل السابع على السودان، وبكثير مما يضغط به أو يضغط به رؤساء الدول لإخضاعهم. لكن الواضح أن الإخوة العسكر يعني يقسمون هذه الأدوار، فعبد الفتاح البرهان يتولى هذا الضغط ويتعامل معه بمرونة بدبلوماسية يعلمها هو، ويطلق العنان إلى ما دونه من الفريق أول شمس الدين كباشي والفريق أول ياسر العطا، وقبله أول من ظهر في القيادة العامة وذكر أن هذه الحرب هي حرب غزو أجنبي من مرتزقة من الأجانب كان هو الفريق شمس الدين كباشي. لكن الفريق ياسر العطا من خلال التحامه مع القوات على الأرض ومكوسه في الأرض والتحامه مع جموع جماهير الشعب السوداني خاصة الذين صبروا في مناطق الصراع ومناطق النزاع، فكان هو أكثر التصاقا بإرادة الشارع وبنفس الشارع السوداني وبلغة الشارع السوداني وبتصور الشارع السوداني للمعركة ولكيفية إنهاء المعركة. ما دون ذلك عبد الفتاح البرهان القائد العام للشعب المسلحة يعني يماري ويواري شيئا ما، يعني يحاول أن يوازن حتى لا يقطع يعني قطعا واحدا يجلب عليه تدخلات دولية مباشرة في السودان، والجيش السوداني والشعب السوداني إذا دخل عليه تدخلات دولية صحيح قد يقاوم، لكن في سبيل هذه المقاومة في إطار هذه المقاومة قد نفقد المجتمع كلية ونفقد الدولة كلية، كما فقدت في أفغانستان وفقدت في العراق وفقدت في سوريا وفقدت في ليبيا. فنحن لا نريد أن نسحب إلى هذا إلى هذه الخيارات بإذن الله تعالى. لذلك الفريق أول ياسر العطا هو الخطاب المتسق مع الشارع السوداني، لذلك تجد هناك ارتياحا كبيرا من الشعب السوداني مع كل طلعة يطلع فيها الفريق ياسر العطا، لأنه يسمي الأشياء بمسمياتها. هو أول من خرج على الناس وسمى أن الدعم المباشر للميليشيا هي دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نأسف لأن العالم يجب أن يعلم أو كثير منه يعلمون، الناس المهتمين بالبناء الدستوري والسياسي في العالم يعلمون أن دستور الإمارات العربية المتحدة من الذين وضعوه، لا أقول الذي وضعه، لكن من الذين وضعوه كان الشيخ حسن عبد الله الترابي رحمه الله أمير الحركة الإسلامية السودانية، والذين بنوا أبو ظبي كان مهندسا سودانيا، والذين بنوا السلطة القضائية وبالنسبة منه حتى الأجهزة الأمنية والعدلية في الإمارات كان كلهم كانوا سودانيين. السودان يده بيضاء على كل المحيط العربي، لكن المحيط العربي الآن جاز السودان بهذا الدمار وهذا الخراب وهذا الحرب التي تدور على الشعب السوداني. لذلك الفريق ياسر العطا يتحدث بما يريده الشعب السوداني. نعم، هذا على مستوى الحديث والتصريحات. على مستوى العمل، ما الذي برأيك يتبع هذه التصريحات من عمل على الأرض أو البناء على هذه التصريحات بأي شكل يكون سيد أبو القاسم؟ العمل على الأرض الآن كله يعني متمركز ومتمحور حول استمرار العمليات في ولاية الخرطوم، وطبعا هنالك من خلال يومين أو ثلاثة أيام انتصارات للجيش السوداني في مدينة بحري، وحتى استطاع الجيش السوداني أن يستلم جسر كوبر من الشرق والغرب وجسر حلفايا من الشرق والغرب، وأدخل مزيدا من الإمداد إلى القيادة العامة داخل مدينة الخرطوم، بالإضافة للانتصارات التي حققت في أمدرمان، وبعض القوات من أمدرمان دخلت إلى منطقة الخرطوم بحري لمساعدة القوات في الخرطوم بحري حتى على مستوى ولاية الخرطوم. أما على مستوى ولاية الجزيرة فواضح أن الجيش السوداني الآن
يستعيد الى الدخول الى بيعة الجزيره من ثلاث محاور، من شرقها وغربها وجنوبها. وكذلك مع زياره الفريق الاول ياسر العطا في ولايه النيل الابيض اصدر تعليماته للقوات في النيل الابيض ان تتقدم شمالا تجاه القطينه وتجاه جبل اولياء، وتتقدم غربا حتى تلتحم مع قوات حجانه في شمال كردفان. فترجمت هذه التصريحات على الارض هي باذن الله تعالى تقدم واضح ملموس الان الشعب السوداني يلمسه كل يوم. وحتى في منطقه الجزيره شرق الجزيره منيت الميليشيات بهزيمه على يومين متتاليين وتقدم الجيش السوداني، بالاضافه الى دخول حركات الكفاح المسلح وتحديدا حركه العدل المستوى بقياده الدكتور جبريل ابراهيم محمد وزير الماليه وحركه الاخ مصطفى تنبور. دي كلها حركات الان انتظمت ودخلت فعليا الى حدود ولايه الجزيره للمشاركه في معركه وتحرير ولايه الجزيره، ومن بعد ذلك تنتقل القياده العسكريه الى الابيض لتحرير كردفان، ومن بعدها الى الفاشل لتحرير دارفور باذن الله تعالى. وزي ما بيقولوا كلب العالم ينبح وفرسان السودان ان شاء الله وقافلتهم تسير. اشكرك شكرا جزيلا سيد ابو القاسم الزبير الباحث والمحلل السياسي السوداني، كنت معي في هذه الحلقه من برنامج مسلمون حول العالم. مشاهدينا الكرام نتوقف عند فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حلقتنا، فابقوا معنا.